السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. هذا تسجيل للتجربة الثامنة والأخيرة في مختبر ديجيتال لوجيك شعب الدكتور وليد الدويكي. في البداية شباب، التجربة الثامنة مرتبطة بشكل كبير بالتجربة السابعة. أصلا البي دي اف للإكسبيرمنت هو نفس تبع التجربة السابعة، حتى إذا بتلاحظوا هون أنه العنوان هو نفس عنوان التجربة السابعة اللي كان Introduction to Latches and Flip-Flops and Registers. بس إحنا الجزء الأول من التجربة هو اللي راجعنا فيه كيف اللاتشز بتشتغل، الإس آر والإس بار والإس آر آر بار لاتشز، وبعدين كلوكت إس آر لاتش، وكيف بنينا منه الدي فليب فلوب، وبعدين التي والجي كي فليب فلوب. هدول كلهم سويناهم بتجربة رقم 7. اليوم تجربتنا هي عبارة عن two implementation ل very important sequential circuits باستخدام الـ D flip-flops. الأولى اللي هي الـ register، وبشكل عام إحنا راح نحكي عن الـ shift register. ففي شوية حكي هون، بس حتى الرسم اللي موجودة هون مستخدمين فيها الـ JK flip-flop. إحنا صراحة في الـ experiment تبعتنا وفي الـ project work نفترض أنك راح تستخدم الـ D flip-flop لأنه أسهل. فأنا إن شاء الله راح أعتمد بالشرح على يعني اني انا اشرح لكم الماده لهاي الاكسبيرمنت من خلال يعني اني اكتب مباشره على امتي سلايدز. برضو الجزء الثاني اللي راح نحكي عنه في هاي التجربه هو موضوع الكاونترز. البي دي اف تبع التجربه بيحكي عن نوع من الكاونترز اسمه ريبل او اسينكرونس كاونتر. هذا صراحه يعني احنا حتى باللوجيك ما حكيناش عنه. اذا انت حاب تقرا عنه تعرف كيف الاسينكرونس كاونترز بيشتغلوا بيكون إشي كويس. بس اجين اللي احنا اللي راح نستخدمه في تجربتنا، وبرضه ممكن تستخدمه انت في اذا بتختار انه تستخدمه في البروجكت، هو وبيكون مطلوب منك في امتحان الفاينل، هو السينكرونس باينري كاونتر. برضه اجين انا بالشرح راح استخدم على طول السلايدات اللي راح اكتب عليها. فخلينا نبدا. أول شيء بدنا نحكي عنه يعني هو الريجسترز بشكل عام، وبعدين نحكي عن الشيفت ريجستر. فخليني أبدأ بريجستر. أوكي، شو يعني ريجستر؟ إيش يعني لما أحكي كلمة ريجستر؟ إيش يعني؟ هو it's a place to store data، so it's a storage element، هو مكان لتخزين الداتا. إحنا بالتجربة السابعة بإكسبرمنت 7 شفنا أنه أصغر إليمنت لتخزين، بما أنه أصغر داتا أنا ممكن أخزنها هي 1 بت، فبالتالي أصغر إليمنت أنت ممكن تستخدمه عشان تخزن 1 بت ممكن يكون عبارة عن لاتش أو فليب فلوب. إحنا التركيز تبعنا أكثر على السينكرونس، على السينكرونس ستورج إليمنتس. ومين هو أصغر سينكرونس ستورج إليمنتس؟ اللي هو الفليب فلوبس. سو احنا بنحكي عن السينكرونس اللي هم بتتحكم فيهم الكلوك سيجنال، وبيعملوا ابديت للستيت تبعتهم ات ديسكريت تايمز في اوقات محدده، اللي هي مثلا زي البوزيتيف ايدج تبعت الكلوك او النيجاتيف ايدج تبعت الكلوك. فاحنا بشكل عام اصغر ستورج اليمنت احنا شفناه في تجربه رقم 7 هو الفليب فلوب، سواء كنا عم نحكي عن دي فليب فلوب اوكي او تي فليب فلوب. كلهم بالنهايه بغض النظر عن طريقة عمل الفليب فلوب، بالنهاية هو وظيفته أنه يخزن لي بت واحدة وكون صح أو جي كي فليب فلوب. بغض النظر كلهم هدول الفليب فلوبس بيأدوا نفس الوظيفة اللي هو أنه بسمح لي أخزن 1 بت، وهاي البت ممكن أنت تعملها يا ست يا ريست، يا تحتفظ بقيمتها تعمل لها هولد، يا أنه تعملها توجل تغير على قيمتها وهكذا. والتغيير هذا كله أمتى بيصير؟ بيصير بس عند البوزيتيف إيدج تبعت الكلوك أو الكنترول سيجنال اللي هي سي البوزيتيف أو النيجاتيف إيدج تبعت الكلوك. وبما انه الريجستر هو ستورج از ستورج اليمنت، فهذول اصلا الفليب فلوبس ايش بسموهم برضو؟ هذول اسمهم، هذا اسمه فليب فلوب هذا اللي هون، او بسموه عباره عن 1 بت، بسموه 1 بت ريجستر. مع الريجستر لا، الفليب فلوب ما في داعي تحكي 1 بت لانه معروف انه الفليب فلوب هو بخزن لك 1 بت، بس بالريجستر لازم تحكي انت هذا الريجستر اللي عم تحكي عنه كم من بت بخزن، لانه بامكانك انت هلا زي ما راح نشوف كمان شوي تخلي الريجستر تبعك يخزن لك 2 بيتس او 3 او 4 بيتس حسب ما بدك ان بيت. الفليب فلوب الواحد عشانه بيخزن 1 بيت 1 بيت فبنسميه 1 بيت ريجستر. فالفليب فلوب هو عباره عن 1 بيت ريجستر. فهذا الشيء اللي احنا، هذا الفليب فلوب هو عباره عن 1 بيت ريجستر. طيب انا زي ما قلنا احنا في كثير احيان بنحتاج نخزن مور ذان 1 بت. الطلاب اللي بياخذوا مواد متقدمه في الكمبيوتر انجينيرينج بيعرفوا انه في السي بي يو مثلا انت بتحتاج تخزن مرات 32 بت توجذر او 64 بت توجذر، او اللي بيعرفوا برضه في الكمبيوترز انه الميموري اصغر شيء بتقدر تخزنه في الميموري هو عباره عن 1 بايت مثلا، والبايت هو عباره عن 8 بت.
فالفليب فلوب الواحد ما بقدر يخزن لي 8 بت، فبالتالي شو بدنا نسوي؟ الحل صراحة انه احنا نيجي مثلا، بالتالي بقدر انا اذا بدي اصمم كومبوننت بسهولة تخزن لي مثلا 8 بت على سبيل المثال، بقدر اجيب كل اللي بدي اسويه اني بدي اجيب 8 فليب فلوبس، وللتبسيط راح استخدم دي لانه اسهل شيء، له سنجل انبوت، واذا دي صفر بخزن صفر، واذا دي واحد بخزن واحد، اسهل شيء. هدول الثمانيه دي فليب فلوب، اوكي؟ طبعا انت عشان تعرف انهم ثمانيه، انا شو راح اسمي الكيو تبعت كل واحد؟ مثلا هذا الكيو راح تكون هي كيو 7 اللي هي الموست سيجنيفيكانت، هذا الكيو تبعته هي كيو 6، هذا كيو 5، واخر هون اخر واحد هون هو كيو 0. فاذا بتعد من 0 ل 7 بيطلع لنا انه في عندنا دي 8 دي فليب فلوبس، اوكي؟ وطبعا كل دي لها انبوت، هذه نسميها دي 7 لها رقم مثلا، هذه نسميها مثلا دي 6 دي 5، كل واحده حسب رقم الكيو تبعتها، ودي 0. ايش كيف هذول الثمانيه فليب فلوبس انا بدمجهم مع بعضهم البعض بحيث يصيروا ريجستر، بشبكهم كلياتهم على نفس الكلوك سيجنال. They are all connected to the same clock signal او نفس الكنترول سيجنال. فشو بيصير بهاي الحاله؟ لما تشبك هذول الفليب فلوبس او الفليب فلوبس على نفس الكلوك سيجنال، لما الكلوك سيجنال تتغير from 0 to 1، يعني تيجي البوزيتيف ايدج للكلوك، كل واحد من هذول الفليب فلوب راح يشوف ايش قيمه الدي تبعته، قديش في مثلا الفليب فلوب هذا اللي هو ده سميه فليب فلوب 7 عشان نفس رقم الهاد، بشوف قديش قيمه دي 7، وحسب قيمه دي 7 بغير قيمه كيو 7. نفس الشيء فليب فلوب 6 بيسوي نفس الشيء بالنسبه لدي 6 اند كيو 6، وهكذا بالنسبه لفليب فلوب 0. فالثمانيه فليب فلوبس هذول بتصرفوا قاعدين مع بعض، بغيروا قيمتهم كلياتهم ات ذا سيم تايم اللي هي البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك. فهذول الثمانيه فليب فلوبس توجذر لما يكونوا هيك موصولين مع بعضهم البعض على نفس الكلوك بنسميهم 8 بت ريجستر. هذا ريجستر هو مكان لتخزين الداتا، بس قديش الداتا قديش السايز تبعي؟ السايز تبعي هو عباره عن 8 بت. فبالتالي بنقدر نستنتج انه ان بت ريجستر، لما يكون انا عندي ان بت ريجستر، اوكي، الان بت ريجستر هو عباره عن ان متكون، او بلاش اكتب هيك، يساوي ان بت ريجستر ان بت ريجستر كونسيستس اوف ان فليب فلوبس، عدد الفليب فلوبس هو ان، كونكتد تو ذا سيم كلوك سيجنال. حتى بصراحه احنا الفليب فلوب اللي تعلمناه فيه له انبوت اللي هو الريست، اذا بتتذكروا كان في انبوت ريست اللي هو بيخلي قيمه القيمه اللي مخزنه جوه الفليب فلوب صفر بشكل اسينكرونس، يعني بدون ما يعتمد على الكلوك. اذا الريست كانت اكتيف على طول بتكون بتصير قيمه الكيو تبعت الفليب فلوب صفر. فممكن برضه صراحه كل هذول الفليب فلوبس مع بعض كلياتهم توجذر يكونوا برضو مشبوكين على نفس الانبوت اللي اسمه الريست، كلياتهم كونكتد تو ذا سيم ريست سيجنال. وبتصير انت تتحكم لما تحط الريست واحد شو بصير، كل الفليب فلوب فلوبس اللي في هذا الريجستر كلياتهم بصيروا صفر. يعني ات ريست ايكوال 1، شو بتكون الات ريست ايكوال 1؟ شو بتصير القيمه اللي مخزنه بهذا ال 8 بت ريجستر؟ هذا ال 8 بت ريجستر اللي كيوز تبعونه اللي هم كيو من كيو من كيو 7 لكيو 0 بتكون القيمه تبعتهم كلياتهم all they are all zeros. بصفرهم لما اخلي الريست، لما اغير الريست من 1 ل 0 يتبطل الريست اكتف، خلص بصير على البوزيتيف عند كل بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك حسب القيمه تبعت دي 6 ودي بتصير. يعني لما يكون ات ريست ات ريست بيساوي 0 اند كلوك يجي عليها بوزيتيف ايدج، هذا السهم لفوق معناته بوزيتيف ايدج للكلوك. لما الريست يساوي صفر والكلوك يجيها بوزيتيف ايدج، بتكون القيمه اللي راح تتخزن على جوا ال 8 بت ريجستر تساوي القيمه تبعت دي 7 دي 6 دي 5 دي 4 دي 3 دي 2 دي 1 اند دي 0، اوكي؟ حسب القيمه اللي موجود. فهذا بنسميه 8 بت ريجستر. اذا حابب والله تعمل 16 بت ريجستر، جيب 16 فليب فلوبس وهكذا ووصلهم مع بعضهم البعض وهكذا. هذا ريجستر بس وظيفته يخزن لي 8 بت اوف داتا، انا بعطيه 8 بت اللي هم من دي 7 لدي 0، وهو على كل بوزيتيف ايدج، عند كل بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك بقدر اغير القيمه اللي مخزنه جوا هذا الريجستر. هلا الريجستر مش دائما
مش ضروري دائما انه عند كل بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، مش ضروري انه عند افري بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك بدك تخزن قيمه جديده في الريجستر. مرات صراحه الريجستر فيه له اكثر من مود اوف اوبريشن، مرات الريجستر بده يعمل هولد، بده يحتفظ بنفس قيمته ما بده يغيرها، مرات بده يعمل لا لود، لود يعني انه ياخذ قيمه جديده، لود يعني قيمه جديده، او مرات بيسموها صراحه او مرات بيحكوا عنها بارلل لود. بارلل لود الاسم اجى بارلل لود لانه في عندك اكثر من فليب فلوب وعم بيخزنوا وعم بياخذوا قيمه جديده كلياتهم بنفس الوقت ان بارلل، عشان هيك بسموها بارلل لود. هذا اللي هو اصلا المود اللي احنا حكينا عنه في السلايد اللي قبل، هذا اسمه بارلل لود. انك انت اللي هو هذا لما تكون الريست صفر ويجي بوزيتيف ايدج عندي على الكلوك، كل واحد من الفليب فلوب قيمه الكيو تبعته بتتغير حسب قيمه الدي، فاسمها هاي لود اوبريشن، انت حطيت قيم جديده، يو ار لودنج نيو فاليوز ان بارلل على الثمانيه على الثمانيه فليب فلوبس، تمام؟ فهذه بسموها parallel load. في صراحة في انت القيمة لليمين او روتيت لليسار، اللي موجودين في التجربة تبعتنا في شيء اسمه روتيت، ممكن الروتيت يكون روتيت ليفت او روتيت رايت، وفي عندنا برضه مثلا مرات ممكن يكون الريجستر بيعمل عملية شيفت، شيفت ليفت او شيفت رايت. اوكي، في يعني في كثير مود من الاوبريشن ممكن الريجستر يعملها. هلا الهولد، اوكي الهولد بنعرفها، الهولد اني انا بدي الريجستر يحتفظ بنفس قيمته الحاليه، يعني اذا قيمه الريجستر الحاليه هي مثلا 0010 1100 مثلا، بدي اياه على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، لما تيجي البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك ما يتغير، تضلها قيمه الريجستر زي ما هي لا البوزيتيف ايدج اللي بعديها، وهكذا ممكن حتى تضلك محتفظ بنفس القيمه لاكثر من بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك. ان شاء الله يمرق هذا، انت بتقدر تختار انك تضلك عامل هول محتفظ بنفس القيمه ما تتغير. قلنا بنقدر نعمل لود. هلا بدنا نفهم شو يعني روتيت وشو يعني شيفت. انا هون عم بالمثال عم بفترض انه في انا عندي 8 بت ريجستر، اوكي عندي 8 بت ريجستر عفوا، وعم بفترض انه القيم اللي مخزنه جوا الفليب فلوب تبعون هذا الريجستر هي كيو 7 هي كيو 0. خلينا نبلش بعمليه الشيفت ليفت والشيفت رايت، سهله عمليه الشيفت. ايش الفكره في عمليه الشيفت؟ انت لانه هذول الثمانيه بت مع بعض بيمثلوا قيمه واحده مع بعض توجذر، لانهم هلا هم سنجل ريجستر، يعني هذول اذا بتقراهم كهكسا ديسيمال بتقرا هذول الاربعه لانهم اثنين وهذول الاربعه لانهم سي، يعني بتحكي الفاليو اللي مخزنه جوا الريجستر هي 2C، لانه هاي 2 وهي هذه اللي هون هي C، هذول اول توجذر. اذا بدك تحولها لديسيمال بتحكي القيمه اللي مخزنه جوا الريجستر هي عباره عن هذه الويت تبعها 4، هاي الويت تبعها 8، وهاي الويت تبعها 32. يعني بالديسيمال هذا كديسيمال هذا بالهكسا ديسيمال هون بال 16، اما بالديسيمال فالقيمه هاي مثلا تمثل 44. كيف هذه انا اللي بحكي انه هذه كله يعني هذا الريجستر يعامل معامله فاليو 1 فاليو. طب شو بعمل اذا بدي اسوي للقيمه اللي جوا الريجستر بدي اعمل لها شيفت اما لليسار او لليمين؟ خلينا نشوف شو بيصير. مثلا اذا اجيت عملت كيف بعمل اول شيء شيفت، انا بدي اعمل شيفت يعني بدي اضيف بت واطلع بت من البتس اللي اوريدي موجودين. اذا بدي اعمل شيفت باتجاه اليسار تو ذا ليفت، لا يعني هي اتجاه اليسار هي اتجاه السهم، معناته انا لازم ادخل من هون من عند الليست سيجنيفيكانت بت لازم ادخل صفر ديجيت جديدة، بتكون عادة صفر لما يكون الشيفت من نوع لوجيكال، في نوع تاني اسمه أريثمتيك، بس خلينا هلا مثلا نحكي عن اللوجيكال شيفت. بدخل زيرو من هون، لما أدخل زيرو هذا الزيرو بده يجي مكان هاي البت، وهاي البت كل بت تيجي مكان البت اللي على يسارها، لأنه أنا عم بحرك باتجاه اليسار، كل بت تيجي مكان البت اللي على اليسار، حتى هاي بتيجي مكان هون، هاي بتيجي هون، هاي بتيجي هون، وهاي بتيجي هون، واخر بت اللي هي الموست سيجنيفيكانت خلص راح تطلع من الريجستر راح يبطل لها مكان. فبستعمل انت عمليه شيفت، شو بتصير القيمه الجديده اللي في الريجستر بدل القيمه الاصليه؟ بتصير هيك القيمه 0 0 0 لانه صار في صفر زياده هون 1، وفي واحد من هون راح اي واحد، بعدين 0 1 0، وفي اخر 0 طلع، يعني القيمه تغيرت كديسيمال فاليو صارت عباره عن هي 8 16 و64 اللي هي عباره عن الرقم هو عبارة عن 88، تمام؟ لو زي كأنه ضربت باثنين، وهذا الحالة صراحة اللي عادة لما تيجي تعمل انت شفت لليسار كل ما تحرك ديجيت لليسار بتكون زي كأنك ضربت الرقم باثنين، يعني إذا هلأ رجعت حركت هذا الرقم اللي هو 88 كمان مرة لليسار على أنه وتعاملت معه على أنه ساين نمبر، يعني دخلت كمان صفر، شو بتصير القيمة الجديدة؟ بتصير القيمة الجديدة 0 0 0 1 1 0 1،
هاي راح لو اجيت جربت راح تطلع 176 لو جيت تحسبهم هيهم 16 و32 و128 اللي هي عبارة عن 128 و32 اللي هي 170 و16 اللي هي 176 ديسيمال. هذه معاملتها كان طبعا انا بعملها على انها انساين، فبرضه هي اجين مرة ضربنا باثنين. كيف هذا هيك انت بتصير بعملية الشيفت رايت طبعا شيفت ليفت. طب الشيفت رايت نفس الشيء بس بصير عملية الشيفت عملية هذا اوكي هذا هون كنا احنا عم نحكي عن الشيفت ليفت اوكي الشيفت رايت بتصير العملية بنفس الطريقة بس بصير شيفت رايت بتصير العملية نفس الطريقة بس إذا أخذنا القيمة اللي كانت موجودة عندنا قبل اللي هي زي هيك وجدت أنا عملت لها شيفت رايت يعني شيفت رايت بهذا الاتجاه دخلت زيرو من هون بما إني بدخل زيرو 1 بوزيشن إيش راح يصير عندي هون؟ راح يصير عندي الرقم راح يصير عبارة عن 0001 0110 فهو الرقم كان 44 هلا راح يكون راح تشوف إنه راح يصير 22 راح يكون الرقم انقسم على اثنين برضه هنا برضه هذا فور unsigned نمبر احنا عم نحكي لانه هذه عباره عن الويت تبعها هو عباره عن اثنين هاي الويت تبعها عباره عن اربعه هاي سته وهاي الويت تبعها عباره عن 16 يعني المجموع 22 فزي كني قسمت الرقم على اثنين اعمل كمان مره شيفت رايت كمان مره شيفت رايت المفروض يصير الجواب 11 مثلا يصير 00001011 اللي هي 11 فعليا 11 اوكي طيب هذه هلا انا بدي اوريك كيف طب هذه الشيفت ليفت والشيفت رايت في الريجستر لما يكون انا عندي ريجستر كيف بقدر اعملها مثلا هذا الريجستر تبعي اللي هو ال8 بت ريجستر اوكي كيف بدي اخلي ال8 بت ريجستر تبعي اللي هو كان له مثلا هنا كيو 7 وهنا كيو 6 وهكذا واخر وحده هنا هي كيو 0 هي كيو 0 هي كيو 6 وهي كيو 7 كيف بخلي هذا الريجستر يعمل خلينا نبلش باول شيء بعمليه الشفت باتجاه اليسار تو ذا او خلينا نبلش بعمليه الشفت تو ذا رايت بما انه انا هنا موجود كيف بخليه يعمل شفت تو ذا رايت انا لما عملت هنا شفت للرايت شباب شو اللي صار عندي طلع لما كانت القيمه زي هيك كيو 7 اللي هو كان كيو 7 وكيو 6 كيو 5 وهكذا وكيو 0 اخر شيء انت كل كيو صارت هي القيمه للكيو اللي على يمينها الا كيو 7 كيو 7 صار 0 يعني طلع زي اكنك اخذت الدي تبعت كيو 7 اللي هي دي 7 اسمها وحطيت عندها صفر انت اما دي 6 على ايش شبكت عليها دي 6 شبكت عليها كيو 7 كيو دي 5 شبكت عليها مثلا كيو 6 وهكذا شو بتكون الدي 1 سوري دي 0 ايش بيكون داخل عليها بيكون داخل عليها كيو 1 زي هيك شو راح يصير لما يكونوا كل هدول الفليب فلوب شو راح يصير لما يكونوا كل هدول الفليب فلوب مشبوكين على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك نفسها على نفس الكلوك سيجنال شو راح يصير لما تيجي البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك من 0 ل 1 شو راح يصير الصفر اللي جاء على دي 7 راح يتخزن على كيو 7 بس بنفس الوقت كيو 7 القديمه وين راح تتخزن راح تتخزن على الكيو 6 لانها موصوله على دي 6 وبنفس الوقت قيمة كيو 6 القديمة راح تتخزن على كيو 5 وهكذا كلهم هدول راح يصيروا ان باراليل بنفس الوقت لأنه كلهم أنت موصل هاي على هون وموصل هاي على هون يعني تخيل مثلا هي القيمة تخيل القيمة اللي هي الموجودة هلا صفر صفر واحد زي ما كنا حكيين مثلا صفر فهذا راح يجي هذا الزيرو هذا الزيرو راح ينتقل ويجي مكان هذا الزيرو الزيرو اللي هون راح يجي ويكون مكان هذا الواحد فبدل واحد راح يصير صفر وهكذا اوكي فهيك بتصير عمليه الشيفت كل فليب فلوب بيعطي للفليب فلوب اللي على يمينه اذا كنتك تعمل شيفت رايت بس اول واحد على اليسار بتدخل له صفر او هذا الانبوت اذا انت مراتك تتحكم انك تدخل صفر او واحد بسموه سيريال ان او بيختصروه اس اي سيريال ان او اس اي تمام لو كنا صراحه شباب بدنا نسوي لو كنا بدنا نعمل زي في السلايد اللي قبل شيفت لليسار ذهان هون في حاله الشيفت ليفت كان زي هيك الرسمه راح تكون بدي ارسم بس انا بشوي راح الخبطكم بدي ارسم اتاسهل ارسم الدي زي هيك والكيو هون اوكي ودي وكيو وهي الكلوك وكلهم برضو مشبوكين على نفس الكلوك هاي هذه ذيس از كيو 0 بتكون مشبوكه على دي 1 والكيو 1 مثلا بتكون مشبوكة على دي 2 وهكذا كل واحدة منهم بتعطي للي بعديها للي على يسارها
لحد ما نوصل انه مثلا هي هون دي 6 وهاي الكيو اللي هي كيو 6 وبتكون كيو 6 هي اللي بتغذي قاعده الدي 7 تمام. وطبعا هي هون كيو 7. طيب كلهم على نفس الكلوك سيجنال، وين بيكون السيريال ان؟ السيريال ان بيكون على الانبوت اللي هو دي 0، من هون بيجي السيريال ان. انت بتدخل الصفر من هون وكل واحد فيهم بيعطي القيمه تبعته للي على يساره، فهيك انت بتكون عملت شيفت ليفت في هاي الحاله. عمليه الروتيت، روتيت ليفت وروتيت رايت، اختلاف الوحيد بين عمليه الروتيت وبين عمليه الشيفت انك انت في الروتيت ما بتدخل بالتجديده، لا لما تيجي تعمل روتيت لليسار، هي خليني بس اورجيك اياها باللون الاخضر هون، الفرق بين عمليه الروتيت وعمليه انه بدل ما تدخل بت جديده هون ما بتدخل انت بت، كل واحد منهم بتروح للي على بحاله روتيت لف، كل واحد منهم بتروح على يسارها، والبت الاخيره اللي بطل لها مكان بتلف وبتفوت هون مكان البت الاولى، فعشان هيك بسموها روتيت لانه عمل دوره مغلقه. فكيف بتصير رسمه الروتيت على هون على الديزاين؟ انه كيو 7 بتلف وبتدخل بدل اس اي عند دي 0، ببطل في اس اي في حاله الروتيت ليفت اللي بالاخضر، هذا هو الروتيت ليفت. اوكي، هذا معنى روتيت. وطبعا روتيت رايت وروتيت رايت برضو اجين هي الفكره انه بدل ما انا ادخل سيريال ان من هون، البت اللي راح تطلع اللي هي اللي كيو 0، البت القديمه تبعت كيو 0 بتلف وبتدخل هي على الدي 7. فلو بالارقام مثلا المثال الاول هذا اللي هون، لو بدي اعمل له انا روتيت رايت اللي هو اصلا 0 0 1 1 0 1 0 0، اذا بدي اعمل له روتيت رايت هي الرايت، كيف بتصير؟ حرك، اتذكر انه هذا الزيرو اللي هون بده يلف ويفوت زي هيك، فشو راح يصير هون؟ 0 0 0 1 0 1 1 0. بالصدفة طلعت نفس جواب الشفت، يعني هاي وهاي نفس القيمة، لأنه البت اللي عملت روتيت برضو قيمتها صفر. أوكي، وهكذا. فهيك موضوع الروتيت، موضوع الروتيت رايت. الروتيت ليفت إذا بدي أحل برضو مثال عليها هون، فإذا مثلا الرقم كان 0 هون بهاي الحالة برضو بالصدفة راح يطلع نفسه زي تبع الشفت، بس هو أصلا هيك 0 1 0 0، بدي أعمل أنا روتيت لليسار، فلازم هذا الزيرو يلف ويدخل من هون، فبتصير عبارة عن 0 0 0 1 1 0 1 0. أوكي، برضو بالصدفة هي نفس القيمة اللي طلعت معنا لأنه البت اللي دخلناها هي 0. فهذا الفرق بين الروتيت وبين الشيفت، واحدة منهم بدخل 0 واحدة منهم البت الموست سيجنيفيكانت أو الليست سيجنيفيكانت بتلف وبتدخل. هلأ الفكرة أنك أنت بنفس الريجستر، أنا بدي بنفس الريجستر مثلاً أقدر أدعم كل العمليات مثلاً، أو على الأقل مثلاً، وهذا الإشي اللي إحنا راح نسويه في التجربة تبعتنا اليوم، أنك أنت بنفس الريجستر تدعم أكثر من عملية، تدعم أكثر من مود أوبريشن، تقدر تعمل إذا بدك تعمل هول تعمل هول، إذا بدك تعمل مثلاً بارلل لود تقدر تسوي بارلل لود، يعني تأخذ قيمة جديدة، أو إذا بدك تعمل مثلاً روتيت ليفت ورايت تقدر تسويها. اوكي، عاده ما بزبط صراحه، يعني بتقدر برضه تسوي معها كمان شيفت وهيك اذا بدك، يعني هي برضه خلينا برضه نحكي انه بدي اعمل شيفت ليفت وشيفت رايت، يعني اكمل اوبريشن صراحه صار انا عندي، لاحظ صار عندك 6 اوبريشن بدك تدعمهم. طيب فخليني افترض انه انا بدي عشان للتسهيل بدي افترض انه انا في عندي 4 بت ريجستر بدل 8 بت ريجستر، بدي اياه يدعم كل هذول العمليات اللي هم السته. تمام، شو لازم اسوي؟ اول شيء 4 بت ريجستر، بدك تتذكر انه انت معناته هذا الحكي انه انت عندك اربعه، خليني بس ابعدهم شوي عن بعض. هذا الحكي معناته انه انت عندك اربعه فليب فلوبس. اوكي، عندي اربعه فليب فلوبس، هذا مثلا بدي اسمي الانبوت تبعه هي دي 3 الموست سيجنيفيكانت، كيو 3 دي 2 كيو 2 D1 Q عارف اكتب انا اليوم Q1 and D0 Q0، وزي ما قلنا they are all connected to the same clock signal. وبرضو حتى ممكن زي ما قلنا برضو نفترض انه اذا كان في عندي input اسمه reset، عشان اذا بدي باي وقت اصفر الريجستر برضو بيكونوا كلياتهم مشبوكين على نفس الريست سيجنال زي هيك، هي هون they are all connected to the same reset signal.
هلا كيف بدي ادعم، كيف بدي ادعم الاوبريشن هذول، هي كلوك وهي ريست، كيف بدي ادعم الاوبريشنز كلها الهولد والبارلل وهكذا. انت صار عندك لكل واحد من هذول الفليب فلوبس اكثر من له 6 احتمالات، يعني مش بس هو يعني مش بس بارلل لود، لا له هولد بارلل لود، له روتيت ليفت روتيت رايت وشيفت ليفت شيفت رايت. اوكي، فعشان هيك صراحه بما انه في عندك اكثر من احتمالات وانت بدك تختار كل مره واحد منهم بس، لازم وعند كل عند كل فليب فلوب تحط شيء اللي هو المالتيبلكسر. بما انه انا عندي 6 possibilities، او هم صراحه لانه الروتيت ليفت والروتيت رايت يعني صراحه بشكل عام بيشبهوا بعضهم، بس وانا بدنا مره سيريال ان مره سيريال ان، خليني خليني بس دقيقه شوي والله. هون هولد بارلل لود روتيت ليفت، روتيت ليفت غير الناس هاي وروتيت رايت. اوكي، يعني يمكن ببعض الحالات يمكن يكفيك 5 تو 1، في بعض الحالات بدنا. اوكي، هلا احنا للتبسيط بما انهم هم 6 احتمالات، راح احط هون قدام كل راح احط قدام كل مالتيبلكسر، وتذكر هاي الشغله، قدام كل مالتيبلكسر شباب راح نحط 6 تو 1 مالتيبلكسر. ليش 6 تو 1؟ انا عندي 6 احتمالات، اوكي، راح اكتب 0 1 2 3 4 5. طبعا هذا المالتيبلكسر بده يكون له 3 سيلكت لاين، لانه لو ما بكفيش 2 2 معناته عندك 4 احتمالات، انت عندك 6 احتمالات فبدك 3 سيلكت لاين كل واحد منهم لكل هذا. وطبعا الاوتبوت تبع المالتيبلكسر مشبوك مع الانبوت اللي اسمه الدي 3، هي 0 هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 هي 5 وهكذا. فالانبوت تبعون المالتيبلكسر عددهم اعتمد على المود اوف اوبريشن اللي انا اللي موجودين عندي، كم من مود اوف اوبريشن، انا عندي 6 مود اوف اوبريشن 4 5 وهكذا. هلا طبعا السيلكت لاين انتبهوا انه لهم كلياتهم مشبوكين مع بعض، لانك انت شو ما بتسوي لواحد من الفليب فلوبس لازم تسوي للباقي، يعني اذا عملت بارلل لود لازم كلهم يعملوا بارلل لود، اذا عملت هولد لازم كلهم يعملوا هولد وهكذا. هلا خلينا احنا نفترض هذا نسميه مثلا سيلكت لاين اسمه اس، خلينا نحكي اذا اس بيساوي 0 بدي اعمل هولد، بدي احتفظ بنفس القيمه، اذا اس بيساوي 1 بدي اعمل البارلل لود. اوكي، وهلا بنكمل الباقيين. فاذا انا لما اس كان يساوي 0 بدي اعمل، اذا لما اس يساوي 0 بدي اعمل هولد، يعني بدي كل فليب فلوب يحتفظ بنفس قيمته، معناته على الانبوت 0 اللي هو انا راح اختاره لما الاس كان يكون يساوي 0، الفليب فلوب تبع دي 0 كيو 0 بدي ادخل عنده على الانبوت نفس قيمه كيو 0 الحاليه، شو ما في عندي على الكيو 0 بدي ادخلها هي نفسها عشان على البوزيتيف ايدج يعمل هو هولد، يضل محتفظ بنفس القيمه. نفس الشيء عند كيو 1، بحط الكيو 1 بحط هنا كيو 2 وبحط هنا نفس قيمه كيو 3، هيك انا بضمن انهم يعملوا يحتفظ بنفس القيمه. طب لما بدي اعمل لما اس تساوي 1 بدي اعمل بارلل لود. اوكي، بتجيب انت والله خلينا نسميها القيمه بي 0، يعني حسب اي قيمه بدك اياها 0 او 1، بس راح سميتها بي 0، وبرضه هنا بي 1 وهي هنا بي 2، انت القيمه اللي بدك اياها اختارها عند كل واحده من هذول البي. ولما يكون انت مختار اس يساوي 1 القيمه اللي انت بتكون، يعني اذا كنت حاطط هون 0. اوكي، خليني قبل ما احكي عن البارلل لود ما هذه، اوكي خليني احكي مثلا شغله هون. إذا كان الاس إذا كانت القيمة الحالية، بدي اياك تنتبه على الشغل، إذا كانت القيمة الحالية اللي مخزنة بالريجستر هي 0 1 0 1 مثلا، هيك مخزن عندي بالريجستر، وأنا كنت حاطط اس يساوي 0 يعني هولد على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، شو راح يصير عندي؟ على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك بما إنه أنا مختار اس يساوي 0، يعني مين هو الانبوت اللي راح يجي هون على الاوتبوت؟ الانبوت رقم 0، لأن أنا هيك مختار بالسيلكت لاين، عند كل واحد من هدول راح يجي الانبوت رقم 0 عند الدي، ولما يجي عندي الدي هو اللي راح ينكتب. طب انا شو شابك عند انبوت 0 هون؟ شابك قيمه كيو 0 نفسها اللي هي 0، وهون كيو 1 اللي هي 1، وهون كيو 2 اللي هي 0، وهون كيو 3 اللي هي 1. فبالتالي على البوزيتيف ايدج شو راح تيجي قيمه، تكون قيمه دي هون 1، هون قيمه الدي 0، وهون دي 1 راح تكون 1، وهون دي 0 راح تكون 0. وعلى البوزيتيف ايدج راح يكتب 0 على 0 يعني تضلها 0، 1 على 1 راح تضلها 1، و0 على 0 يضل 0، و1 على 1 يضل 1.
هاي هيك انا ضمنت الهولد، هيك معنى الهولد اوبريشن. طيب خلينا نشوف عمليه ال... خلينا نشوف عمليه ال... البارليل لود. اوكي، يعني لما تكون الاس واحد، خليني افترض انه انا مثلا الريجستر عندي والله قيمه الريجستر خليها، قيمه الريجستر خليها نفس ما كانت اول، يعني عندي 0 1 0 1، وافترض انه عندي بال افترض عندي انه عندي على البارليل لود اس يساوي 1 بارليل لود، وجدت انا حطيت عند بي 0 1، عند بي 1 حطيت برضه 1 مثلا، عند بي 2 حطيت 1، وعند بي 3 حطيت 0 مثلا. ايش راح يصير؟ بما انه السلكت لاين واحد، يعني اللي هون راح يختار الانبوت رقم واحد اللي هو البي، وتصير قيمه الدي 0 1، تصير هون قيمه الدي 1 برضه 1 لانه بي 1 يساوي 1، برضه هون دي 2 1 ودي 3 راح تصير 0. لما يجي البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، انتبه كثير هاي الجمله مهمه، على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك شو راح يصير؟ قيمه الدي اللي هي 1 راح تيجي مكان الكيو، يعني راح يصير بدل هون بدل 0 راح يصير 1، هون الواحد راح يروح ويجي بداله برضه 1، الزيرو راح يروح ويجي بداله 1، وال1 هون راح يروح ويجي بداله 0 حسب القيمه تبعت الدي. فانا ايش بكون عملت هون؟ بارلل لود، كلياتهم مع بعض ات ذا سيم تايم عملوا بارلل لود. طيب نمحي، هلا نمحي القيم تبعت البارلل لود، عرفنا كيف البارلل لود بيصير. نيجي هلا على مثلا موضوع الروتيت، مثلا نيجي على موضوع الروتيت. طيب ايش بصير عندنا بموضوع الروتيت؟ حسب انت مثلا افرض بدك لما اس يساوي عندك لما اس يساوي مثلا 2 بدك تعمل روتيت رايت باتجاه اليمين، ولما اس يساوي 3 بدك تعمل روتيت ليفت. انت بتصير بعدين تختار قيمه اس حسب ايش العمليه اللي بدك اياها. عفوا عفوا شباب، تمام. طيب خليني اجي على 2 وعلى 3، روتيت رايت وروتيت ليفت. قلنا بالروتيت رايت يعني ايش؟ وين اتجاه السهم بالروتيت رايت؟ بالروتيت رايت اتجاه السهم لليمين، يعني بهذا الاتجاه زي هيك، ولليسار هي اتجاه السهم. خلينا نبلش بالروتيت رايت اللي عند 2. بالروتيت رايت لازم عند دي 0 يجي قيمه كيو 1 نفس قيمه كيو 1 عشان عم بعمل لليمين، عند دي 1 لازم يجي نفس قيمه كيو 2 لاني عم بسوي روتيت رايت، وعند دي 2 لازم يجي الكيو 3، وضل احدد قديش قيمه الرقم 2 عند الدي 3. بما انه هذا روتيت لازم الدي 0 اللي راح تطلع وما لها، سوري الكيو 0 اللي راح تطلع وما لهاش مكان تلف وتيجي عند الدي هذا، فهذه بتكون كيو 0، هاي القيمه تبعتها. وبتصير زي وبالتالي لما انت تيجي البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك وتكون قيمه اس هون 2 يعني روتيت رايت، شو راح تكون قيمة كيو 1 إذا كيو 1 راح تكون 1؟ هي قيمتها هون الواحد بالأحمر، هي شايفين هي هون 1، وكيو 2 راح تكون 0، هي ما هي 0 من هون، وكيو 3 برضه راح تكون 1، هي الواحد، وكيو 0 راح تكون 0. فعلى البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك إذا الاس 2 راح ياخذ الانبوت 2 وهو يدخله هون، انبوت 2 انبوت 2، شو راح يصير؟ بدل 0 على البوزيتيف ايدج راح يصير 1، راح يجي هذا الواحد هون، وهون بدل هذا الواحد راح يروح ويجي بداله 0، الصفر راح يروح ويجي بداله هون 1 اللي هو الواحد الموجود على الكيو هون، وبدل 1 هون راح يكون راح يجي عندك برضه 0. يعني القيمه اللي كانت، شوف ايش كانت القيمه، القيمه كانت بالاحمر 0 1 0 1، لما حركتها انت روتيت رايت لليمين شو صارت؟ اجت صارت 1 0 1 0 لانه هذا الصفر لف واجى دخل زي هيك، فهي القيمه صارت عباره عن 0 1 0 1 بالروتيت رايت. اوكي طيب نشوف، نمحي ونشوف الروتيت ليفت كيف بتكون، نمحي ونشوف قيمة الروتيت ليفت كيف راح تكون. تمام
طيب بروتيت ليفت ايش الاتجاه تبعي راح يكون؟ بروتيت ليفت الاتجاه تبعي لليسار. طيب خلينا نبلش، معناته بروتيت ليفت شو راح اشبك؟ اذا بدكم صراحه خلينا نحط هذا، نستخدم هذا اللون ونعدل هون. This is a Q1 زي ما قلنا Q1. خليني شوي هذه، هلا انا برجع اكتبهم مره ثانيه بس عشان يكونوا بنفس اللون، عشان يكون الاشي واضح. هاي هاي Q1، هذه وقت الروتيت رايت. Q1 Q2 Q3 and Q0. طيب باتجاه الروتيت باتجاه اليسار، ال D1 ال1 بده ياخذ الصفر، فطلع الشبكت هون، هون صفر، وال2 بده ياخذ ال1، وال3 بده ياخذ ال2، وال0 اللي هي فال3 بتكون طلعت وبتيجي بتلف بتيجي عند ال D0. فهي بكتب هون، سوري هاي 3 لازم، مش كيو لخبطت هون، لازم تكون Q3 هون في حاله الروتيت. هاي Q3 تمام. ففي حالة لو لما يكون select line 3 خلاص انتوا لازم تعرفوا شو اللي بتعملوا، راح يختار الانبوت رقم 3 اللي هو هذا اللي عنده النجمة. وبالتالي انت اذا عندك القيمة اللي بالاحمر هي 1010، لما تيجي تعمل روتيت ليفت وهاي البت تلف وتيجي هون، تتوقع انه راح تصير القيمة اللي جوا الريجستر هي 101 اتجاه اليسار، لانه 1010. تمام، هذا الشيء اللي راح يصير. طبعا الفرق بين زي ما قلنا بين الروتيت ليفت والروتيت سوري بين الروتيت والشفت هي بس في بت واحدة، اللي هي بدل ما يلف بجيب بت جديدة من برا اللي هي صفر، سيريال ان بنسميها. اوكي طيب، فلما بدي اجي اعمل، اذا افترضنا اخر شيء انه S5، إذا افترضنا آخر إشي أنه أنا هون صراحة يعني عامل لك كل إشي S5 S6، إذا افترضنا أنه S5 هو شيفت، خلينا نحافظ على نفس الترتيب، شيفت رايت، و S6 هو شيفت ليفت، أوكي أو لأ سوري S4 هو هذا و S5 أنا ما عنديش 6، 4 و5 شيفت رايت وشيفت ليفت. بهاي الحالة إيش بدي أعمل؟ بالشيفت رايت لما انا بدي اعمل شيفت لليمين نفس الروتيت رايت، يعني برضه هون راح يكون عند رقم 4 راح يجي Q1 زي رقم 2، شايفين 2 و4 زي بعض، Q1 Q1، برضه هون عند رقم 4 راح يجي Q2، وهون عند رقم 4 راح يجي رقم Q3، بس الفرق انه بدل ما اجيب هون Q0 زي عند رقم 2 اللي هو روتيت، لا بجيب شيء اسمه سيريال ان رايت لما انا بدي اعمل شفت، اي حسب ايش القيمه البت اللي انت بدك تدخلها، عاده بتكون زيرو، ممكن تكون شيء ثاني بس انت بتدخل اللي بدك اياه. فهي السيريال ان، هاي سيريال ان رايت هي اللي انت بتدخله. الروتيت الشفت ليفت زي الروتيت ليفت، يعني رقم 5 زي رقم 3. فهون مثلا الكيو هنا نفس الكيو 0، هون نفس كيو 1، وهذا بحاله الروتيت لليسار، وهون زي رقم اللي هي كيو 2، بس الفرق انه هاي ما بتاخذ كيو 3 لانها مش لفه، هاي رقم 5 هون هي سيريال ان تبعت اللف تبعت اليسار، حسب انت ايش بدك تسوي. فهذا اللي رسمناه، هذا 4 بت ريجستر انت بتتحكم فيه ايش بدك اياه يسوي حسب قيمه اس. عند اذا كنت حاطط قيمه اس 0 عند البوزيتيف ايدج، هذا الريجستر راح يحتفظ بقيمته. اس يساوي 1 راح ياخذ قيمه جديده اللي هي موجوده عند بي 0 بي 1 بي 2 بي 3، يعمل بارلل لود يخزن قيمه جديده، ممكن تخليه يعمل روتيت او شيفت زي ما قلنا، اما لليسار او لليمين. شو بسموه هذا الريجستر اللي بيعمل كل الاوبريشن، اللي بتقدر تعمل هولد تخزن قيمه جديده، بسموه يونيفرسال شيفت ريجستر. اوكي، لانه عم بيسوي عندك عمليات كثيره وبيسمح للبيت انها تعمل شيفت او روتيت، فبسموه يونيفرسال شيفت ريجستر. فانت هذا راح تعمل هاي العمليه اليوم بالتجربه. تمام، فهي هذه واحدة من السيركتس المهمة اللي بتنبنى باستخدام الفليب فلوبس او الستورج اليمنتس. هلا الشيء الثاني اللي راح نحكي عنه بهاي التجربة اللي هو موضوع الكاونترز، السينكرونس كاونترز. برضه الكاونترز هي مبنية من فليب فلوبس. ايش هي الكاونترز؟ الكاونترز هي سيكوينشال سيركت، وظيفتها انه عند كل بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك
عفوا ان كل بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك القيمه اللي مخزنه في هذا الكاونتر يعني انت تزيدها بمقدار معين، عاده بيكون انك تزيدها بمقدار واحد او تنقص منها بمقدار واحد وهكذا. في كثير امبلمنتيشنز على هذا الشيء، يعني تخيل مثال صراحه الستوب ووتش اللي عندك على التليفون او في الساعه وهيك، اذا بتشوف كيف الستوب ووتش الديسبلاي تبعها كل ما تمر 1 سكند بعدل بضيف واحد مثلا، بيكون اول شيء 0 بعدين بيصير 1 بعدين لما يوصل عند 59 ثانيه بيعدل بزيد عدد الدقائق بتصير 1 مينت والثواني بترجع لصفر صفر وهكذا. فانت الكاونتر هو شيء عداد بعد تمام، وكثير له استخدامات عندنا في الديجيتال سيركتس كثيره. مثال مثلا صراحه ممكن انت تفكر فيه زي في البروجكت، موضوع عدد السيارات اللي في كل طابق في الكراج تبع البروجكت في الباركينج، انه مثلا انت كل ما تدخل سياره بدك تزيد واحد او بدك تنقص واحد، زي الكاونتر هذا شيء بعد عندك عداد. فممكن تفكر برضه في موضوع الكاونتر للبروجكت، بامكانك يعني واحده من الطرق انك تفكر في موضوع الكاونتر. هلا انا مثلا كيف بصمم ايش الكاونتر؟ اول شيء شو بيميز الكاونتر؟ الكاونتر بيميزه قديش عدد البيتس تبعونه. مثلا 2 بيت كاونتر ايش هذا عاده بيسوي؟ عاده 2 بيت كاونتر هذا بعد مثلا زي هيك 0 0، بيكون اول شيء ببلش عند قيمه 0، بعدين على البوزيتيف ايدج تبعت الكلوك بغير من 0 ل 1 بزيد 1، على البوزيتيف ايدج اللي بعديها على الكلوك بصير 2، على البوزيتيف ايدج اللي بعديها بصير 3، وبعد ما يوصل ل 3 برد بيرجع مره ثانيه لزيرو وهكذا بكمل، لانه 3 اكثر شيء بيقدر يوصل له هو، لانه هو بس عنده 2 بت وهكذا. هذا الكاونتر له اسم بسموه 2 بت اب كاونتر. ليش اب كاونتر؟ لانه بعد تصاعدي تمام. فشو بتتوقع مثلا كيف ال 3 بت زي المطلوب منك في التجربه، 3 بت داون كاونتر كيف بده يعد؟ ال 3 بت داون كاونتر بعد زي هيك، بعد ببلش من اكبر رقم اللي هو 7 بنزل عند ل 6 بعدين 5 بعدين مثلا 4 بعدين 3 بعدين 2 بعدين 1 بعدين 0، وبس يوصل ل0 برد بعيد من عند 7 وهكذا، لانه ما بقدرش يعني خلص اخر شيء 0 واكبر شيء هو 8. فهذا بسموه 3 بت داون كاونتر. هلا واضح انه من الاسم من ال2 بت ومن ال3 بت، بما انه انا لازم يكون عندي مثلا هنا 2 بت مخزنين في اي وقت، هنا لازم يكون 3 بتس مخزنين. برضه الكاونتر بيستخدم فليب فلوبس، وعدد الفليب فلوبس اللي موجودين في الكاونتر بيعتمد قديش السايز تبع الكاونتر تبعك. اذا الكاونتر فيه 2 بت اذا بده 2 فليب فلوبس، اذا الكاونتر 3 بت بده 3 فليب فلوبس وهكذا تمام. طيب فكيف انا بصمم مثلا، خلينا ناخذ مثال اللي هو ال2 بت كاونتر. مثلا انا 2 بت كاونتر فبجيب عندي 2 دي فليب فلوب، هاي مثلا هذه بسميها Q1 اللي هي most significant bit، او بدك تسميها C1 عشان انه كاونتر زي ما بدك، وهي هون C0 اللي هي يعني عشان حرف السي يعني فور كاونتر، هون احنا عشان هيك استخدمنا سي، بس بامكانك برضه تخليها كيو، ما حدا يعني ما في اي مشكله. اوكي C0 C1 وكل واحد له طبعا، هي دي وهي كيو. هون برضو هاي زي ما قلنا، هاي ممكن تكون هاي اسمها D0 هاي اسمها هون D1. برضو الكلوك للكاونترز هي نفسها، وعادة برضو إذا في ريسيت برضو بتكون نفسهم للكاونتر، إنه أنت عادة بدك تصفرهم مع بعض. مثلا إذا بدك الكاونتر بأي وقت يصفر تقدر تخليه يصفر، يعني يبلش من عند رقم 0 باستخدام سوري باستخدام الريسيت. تمام هي كيون للريسيت وهيك. طيب هلا انا هذا طبعا لسه الكاونتر انا ما صممته، كيف احنا علمناكم تصمموا اي سيكونشال سيركت صراحه بدك اياها؟ حتى الريجستر فايل ال 3 بت سوري ريجسترز الشيفت ريجستر اللي صممناه قبل شوي، هذيك احنا صممناه بسرعه يعني عن طريق مالتي بليكسرز وهيك، بس بامكانك برضه كنت تعمل له شيء بنسميه ستيت تيبل زي ما هلا راح نستخدم للكاونتر. بس الأسهل في حالة الشيفت ريجستر أنه خلص على طول تحط مالتيبليكسر. شو تعريف الستيت تيبل؟ الستيت تيبل تشبه التروث تيبل، بس على يمينها بنحط إشي اسمه البريزنت ستيت اللي هم زي الانبوت بريزنت ستيت قديش الحالة الحالية، وإذا كان في انبوت اكسترنال بنحطهم برضو هون، وعلى اليسار بنحط إشي اسمه نيكست ستيت، نيكست ستيت وأوتبوت إذا كان في. الحلو في الكاونتر انه صراحه البريزنت ستيت هي نفسها الاوتبوت، فما في داعي يكون اوتبوت. طبعا شو يعني بريزنت ستيت؟ يعني قديش قيمه C1 وC0 الحاليه، قديش قيمتهم الحاليه، هذا معنى بريزنت قديش الحاله. النكست ستيت قديش راح تصير قيمتهم
على البوزيتيف ايدج اللي بعديها. يعني اذا كانت قيمتهم الحاليه كذا شو بتوقع على البوزيتيف ايدج، لانه ما بتغيروا غير على البوزيتيف ايدج، ما شو راح تكون النكست ستيت تبعتهم. فبقدر برضه هون اكتب النكست ستيت بس احط سي 1 وسي 0. فمثلا احنا اذا احنا عم نصمم 2 بت، اذا انا عم بصمم 2 بت اب كاونتر يعني شيء عد تصاعدي، اوكي، ببلش باول حاله. اذا كانت حالتي الاولى هي 0 0، ايش بتوقع النكست ستيت تبعتي؟ يعني ايش لازم يصير على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك؟ شو لازم تصير قيمه الكاونتر بدل 0 0؟ لازم الكاونتر يزيد بمقدار 1 ويصير 0 1. طب اذا الكاونتر كان 0 1 ايش لازم تكون النكست ستيت تبعته؟ النكست ستيت تبعته لازم تكون 2 اللي هي 1 0. طب اذا الكاونتر اصلا 2 شو بتكون النكست ستيت تبعته؟ 1 1. واذا الكاونتر كان 3 اللي هي اخر احتمال، شو النكست ستيت تبعته؟ راح تكون 0 0. وهيك انت هلا هاي الستيت تيبل هيك يعني تقريبا جاهزه. شو بستفيد من الستيت تيبل؟ الهدف من الستيت تيبل انك تطلع شيء بنسميه الانبوت ايكويشنز. ايش هم الانبوت ايكويشن؟ انا بدي معادله تبعت دي 1 ودي 0 تبعت هذول التو دي فليب فلوب، شو لازم اللوجيك تبعها، شو معادلتها عشان الكاونتر يشتغل بهاي الطريقه. هلا اول شيء بدك تفكر فيه التيبل هاي، ولا مره حكينا شو هي دي 1 ودي 0 ما كتبناهاش. فانا بدي اياك انت تفكر، لو انا جيت طلبت منك انك تعبي في هاي التيبل قيمه دي 1 ودي 0، شو بتتوقع دي 1 ودي 0 تكون؟ هل هي نفس شيء بتكون عاده قيمه النكست ستيت ولا البريزنت ستيت؟ الدي 1 دي 0 هي قيمه النكست ستيت، لانه انت شو ما تكون حاطط هون، شو ما تكون حاطط قيمه على دي 1 وشو ما تكون حاطط قيمه على دي 0، هاي بتكون هي النكست ستيت يعني. بس انت عم تستنى ايش؟ عم تستنى البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك. لما تيجي البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك شو بتصير؟ وين بتروح هاي القيمه؟ بتتخزن وبتصير هي البريزنت ستيت. بس قبل ما تتخزن ايش بتكون هي بتمثل؟ قاعده بتكون بتمثل النكست ستيت. فهون قيم دي 1 ودي 0 هم نفس قيم النكست ستيت صراحه. اذا سي 1 هون هي 0 1 1 0، هذا معناته يعني انت اصلا يعني بمعنى اخر لما انت كنت بالبريزنت ستيت 0 0، كيف راح تضمن انه النكست ستيت تبعتك على البوزيتيف ايدج تصير انت 0 1؟ شو بدك يجي عندك على دي 1 وشو بدك يجي عندك على دي 0؟ لازم دي 1 يكون 0 عشان اضمن صح انه سي 1 يضل 0. مش بدي عشان سي 1 يضل 0 لازم دي 1 يكون 0، وعشان سي 1 سي 0 يصير 1 لازم دي 0 برضه تكون 1. فشايف انه كيف النكست ستيت هي نفس قيمه هذا، نفس قيمه دي 1 دي 0، فهدول بيكونوا 1 0 1 1 0 0. هلا انت صار عندك قيم لدي 1 ودي 0، بقدر اطلع العلاقه بين دي 1 ودي 0 وبين البريزنت ستيت بدون النكست ستيت. ما له علاقه لانه هي اصلا النكست ستيت هي نفسها قيمه دي 1 اند دي 0. مثلا خلينا نكتب معادله دي 1 وبرضه او اول شيء دي 0 بعدين دي 1. بتفرج على دي 0 امتى دي 0 حسب هون هي دي 0 امتى دي 0 كان 1؟ اما لما كانوا حسب اما لما كانوا سي 1 وسي 0 2 0، فهي بكتب هون سي 1 بار سي 0 بار زي هيك. او ايش الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني هي برضه هون طلع 1 لما كان سي 1 1 وسي 0 بار، يعني هيك سي 1 سي 0 بار. طبعا اذا هون انت سحبت السي 0 بار عامل مشترك، شو بتطلع المعادله؟ سي 0 بار عامل مشترك بضل سي 1 بار اور سي 1 اللي هي 1، فبتطلع معادله الدي 0 هي ايش تساوي؟ سي 0 بار. تمام. طيب الدي 1 معادله الدي 1 ايش تطلع؟ دي 1 امتى 1؟ دي 1 هي كانت 1 هون وهون، يعني لما كانوا هذول مختلفين عن بعضهم البعض اللي هي الاكس اور فانكشن، يعني سي 1 اكس اور سي 0. فهلا معناته انت لما تيجي بدك تصمم هاي السيركت ايش لازم، كيف بدك تصممها؟ بدل دي 0 ايش بدك تحط؟ بدل دي 0 بدك تحط انفرتر، وايش تشبك على الانبوت تبع الانفرتر؟ سي 0، تاخذ من سي 0 واير وتشبكه على دي 0، لانه انت طلع عندك بالمعادله انه دي 0 شو بيساوي؟ دي 0 طلع بيساوي النوت تبع سي 0. طيب والدي 1 ايش بدك تحط بدالها؟ الدي 1 بدك تحط بدالها هون حسب الرسم هون اكس اور جيت هاي دي 1، هاي هون اكس اور جيت بين هاي دي 1 اكس اور جيت بين السي 1 والسي 0. طبعا لازم اخذ سلك برضه من سي 0 وهي هون احط اكس اور جيت. فكان ضروري اني اطلع الانبوت ايكويشن عشان اعمل هاي الرسمه. اذا عملت هاي الرسمه هذا الكاونتر راح يعد لك هيك 0 0 0 1 1 0 1 1 ويرد يقلب على 0 0 وهكذا.
بنفس الطريقه انت بتقدر تصمم اي كاونتر ثاني يعد لك مثلا ال 3 بت كاونتر، زي ما قلنا اذا كان اب كاونتر راح يعد من 0 ل 7، اذا كان داون كاونتر راح يعد من 7 ل 0 وهكذا. فانت بامكانك تصمم اي كاونتر باستخدام هاي الطريقه، انه تعمل الستيت تيبل، تطلع المعادلات، ومن المعادلات تقدر تبني الكاونتر تبعك. فهذا بالنسبه صراحه للشرح تبع التجربه تبعنا. هلا انتم المطلوب منكم صراحه في الاكسرسايز، خليني افتح الاكسرسايز تبع التجربه اللاب شيت، التجربه الاخيره هاي. اول شيء بدنا نصمم سيركت فيها عباره فيها بوث 3 بت كاونتر و 3 بت شيفت ريجستر. ان ذس اكسبيرمنت يو ار ريكواير تو امبلمنت السيركت الشون هون بهذا الفكر. هيو في عندي 3 بت شيفت ريجستر وفي عندي 3 بت كاونتر. بس اقرا التفاصيل بدقه صراحه. بقول لك بدك تنتبه انه الكلوك سيجنال تبعت ال 3 بت كاونتر هاي اللي هون مشبوكه على اكسترنال انبوت اسمه كلوك. اما الكلوك تبعت الشيفت ريجستر، ال 3 بت شيفت ريجستر، لا تنسى انه هذا ال 3 بت شيفت ريجستر في جواته 3 فليب فلوبس، وبرضه هذا ال 3 كاونترز في 3 في جواته 3 فليب فلوبس مثلا. اوكي؟ الكلوك تبعت ال 3 بت ريجستر ايش هي؟ موصوله مع اوتبوت تبع كاونتر اسمه زيرو كاونت. في اوتبوت للكاونتر تبعي غير السي 2 والسي 1 والسي 0، هذا عشان 3 بت كاونتر مش بس سي 1 وسي 0، سي 2 سي 1 سي 0. وهي لا تنسى هي له انبوت اسمه ريسيت وانبوت اسمه كلوك. احنا هون طبعا راسمينه كبلوك دايجرام بس هيك مربع، بس انت مفروض تفصله ترسم ال 3 فليب فلوبس وتضيف الانبوت ايكويشنز وهكذا زي ما هلا راح نحكي. الزيرو كاونت، اقرا هاي الجمله كثير مهمه. الزيرو كاونت اوتبوت اللي هو تبع هذا يكون صفر إذا كانت قيمة الأوتبوت هدول الـ C2 C1 أي إشي ما بين 1 ل 7. إذا كانت قيمة الكاونتر ما بين 1 ل 7 بتكون قيمة الزيرو كاونت صفر. بس لما يكون الأوتبوت تبع الكاونتر، يعني لما يكون C2 C1 يساوي صفر، هذا الكاونت بتصير قيمته 1، بعدين برد برجع مرة تانية لزيرو وهكذا لما يصير الكاونت 1 وهكذا. أوكي؟ فهو بيكون واحد بس في حالة واحدة إذا كان الأوتبوت صفر صفر صفر. أول ما يصير الأوتبوت أي شيء تاني غير صفر صفر هو بيرجع لصفر. تمام؟ فباللحظة اللي بيصير، اللحظة اللي بيكون فيها الزيرو كاونت صفر وبعدين بيصير واحد، إيش بتشكل عندي هون؟ بتشكل عندي بوزيتيف إدج. هاي البوزيتيف إدج هي اللي راح تتحكم بالفانكشناليتي تبعت الـ 3 بت شيفت ريجستر. بس لما الكاونتر يكون صفر ويقلب لواحد، هذه عند البوزيتيف ايدج ال 3 بت شيفت ريجستر بتصرف. طبعا انتبه برضو انه الاثنين مشبوكين على نفس الريسيت سيجنال، الاكسترنال ريسيت سيجنال اللي احنا ايش مسمينها بالتوب ليفل، راح نكون مسمينها بالتوب ليفل ريستارت. فشباب مفروض انت تفكر شو بيصير لما الريستارت يكون 1، يعني اكتف الريستارت شغال، يعني انت حاطط هون على الريسيت 1 وحاطط برضو على الريسيت تبع الريجستر 1. لما يكون الريستارت شغال الكاونتر بما انه الريست تبعه واحد راح يعطيك صفر ويضل معطيك صفر ما راح يتغير، ونفس الشيء الريجستر على الكيوز تبعونه كيو 0 وكيو 1 وكيو 2 راح يضل معطيك صفر طول ما هو الريستارت 1. لما يصير الريستارت 0 ببلش الكاونتر تبعك يشتغل عادي ويغير قيمته على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، وهذا نفس الشيء ببلش يغير قيمته على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، بس كل واحد منهم الكلوك تبعته مختلفه عن الثانيه. طبعا هذا خلينا اول شيء نحكي عن الكاونتر. المطلوب منك الكاونتر اللي تصممه هو 3 بت سينكرونس كاونتر بعد كاونت داون، يعني بعد من 7 ل 0، يعني بعد 7 6 وهكذا بوصل ل 0 بعدين برجع بعد ل 7 وهكذا. فمفروض منك كبري لاب اول شيء، هاي انا معطيك البريزنت ستيت، طالب منك تكمل هاي الستيت تيبل عن طريق انك تعبي النكست ستيت وقيم ديز دي 2 دي 1 دي 0. لاحظ انه في عندك 3 فليب فلوب لانهم 3 بت. اذا عبيت القيم تبع الدي 1 دي 0 عند الجزء الثاني، عند الجزء الثاني بتروح وبتعبي عشان تطلع معادله دي 0 ودي 1 مبسطه، معطينك احنا هون كي مابس. هاي الكي ماب اللي فوق هي تبع الدي 0، هاي لدي 1، هاي لدي 2، عشان تعبي الكي ماب وتحاول تطلع معادله دي 0 ودي 1 ودي 2 تكون اوبتمايزد، يعني تكون مبسطه، تحاول تجمع الونز مع بعضهم وتطلع عندك المعادله مبسطه تبع الدي 0 دي 1 دي 2. هلا بس تطلع معك المعادله
ارسم السيركت على ورقه، هذا مش مطلوب تسلمه بس عشان انت يكون سهل عليك انك تكتب الكود تبعه بالفيريلوج. ارسم السيركت تبعت ال 3 بت كاونتر على ورقه. طبعا عندك تتذكر ال 3 بت كاونتر فيه يعني مفروض انت تعرف 3 فليب فلوبس، وانت بتكون طلعت المعادلات فبتعرف كيف توصلهم مع بعض. ولازم لا تنسى هذا الجزء انك تضيف السيركت اي جيت ضروريه سواء جيت او جيتس عشان تحسب تطلع الاوتبوت اللي اسمه زيرو كاونت، اللي هو بس بيكون واحد لما تكون قيمه سي 2 سي 1 سي 0 صفر، لما تكون قيمه الكاونتر صفر. اي شيء غير هيك بيعطيني زيرو، هذا الزيرو كاونت. بس ترسم هاي الرسمه جوا الفايل اللي احنا معطينك اياه اللي اسمه 3 بت كاونتر دوت في، بدك تكتب الفيريلوج موديول اللي بيعمل الامبلمنتيشن لهذا ال 3 بت كاونتر باستخدام ستراكشرال فيريلوج، ولازم يكون في الاوتبوت اللي اسمه زيرو كاونت موجود. من وين بتجيب الموديولز اللي بدك تبني منهم الكاونتر؟ اي جيت بدك اياها بتلاقيها جوا لب دوت في، والفليب فلوب اللي بدك اياه اللي هو دي فليب فلوب موجود جوا الفايل اللي اسمه دي اف اف 1 دوت في. احنا معطينك اياه جاهز بس بدك تعمل منه انستانس هذا الفليب فلوب. حسب كم من انستانس بتحتاج بتستخدم وبتبني الديزاين تبعك. اذا بنيته خلي 3 بت كاونتر هو التوب ليفل انتيتي، اعمل كومبايل تاكد انه ما في ايرور، اعمل سيميوليشن. معطينك الويف فورم فايل مسهلين عليك، انت بدكش الويف فورم فايل موجود بس لازم تضيفه على البروجكت بخطوه الاد فايلز. لازم تنتبه عشان يبين هذا الفايل لازم تعمل فايل تايب يكون اول فايلز، يكونوا مبينين كلياتهم، وتعمل وبس تتاكد انه فعلا الكاونتر والزيرو كاونت عم بيطلعوا صح. بتعمل بيست للكود تبعك هون، هي البيست للكود، وبعدين بالصف وبعدين تعمل برضو بيست لايش، بيست للتايمينج للسيميوليشن ريبورت اللي هو الويف فورم جواب انه بيطلع لك اياه صح. تمام. طيب ال3 بت شيفت ريجستر اللي بدنا نصممه، هي الرسمه تبعته احنا معطينك اياها، هذا اللي بيشبه اللي انا ورجيتك اياه بس الفرق انه انا ورجيتك اياه لاربعه، هذا 3 بت شيفت ريجستر بس. بدعم هولد وبارلل لود وروتيت رايت وروتيت ليفت، فاربع عمليات بدل سته. عشان هيك الملتيبلكسر اللي موجود هون هو 4 تو 1 ملتيبلكسر، فبده بس تو سيلكت لاينز اللي هم ايش اسمهم هون مود، هيهم موصولين على كل الملتيبلكسرز اللي هم يمثلوا ام 1 وام 0. ام 1 وام 0 هم المود. اوكي، عند 0 0 عامل هولد، عشان هيك موصل هون كيو 2 وكيو 0. سوري هذه لا سوري مش هاي، انا كان قصدي هون الهولد هي هيها الهولد، الكيو الكيو 2 شابكها على الانبوت تبع 0، الكيو 1 شابكها على الانبوت تبع 0، والكيو 0 شابكها هون نفس الكيو. عند رقم 1 بيعمل بارلل لود، عشان هيك جايب هون انبوت، اي انبوت اسمه بي 0 بي 1 بي 2، اي قيمه بدك اياها بتدخلها، ونفس الشيء للروتيت ليفت وللروتيت رايت. فمفروض انت جوا الفايل، جوا الفايل اللي اسمه 3 ريجستر 3 بي دوت في، تبني هذا برضه الموديول اللي انا راسم لك اياه على الفيجر 2 برضه ستراكشرال فيريلوج. بتحتاج بس الموديول اللي موجود جوا الفايل، معطينك الفايل الموديول تبع الماكس بس بدك تعمل منه انستانس، وبرضه معطينك الموديول تبع الفليب فلوب جوا دي اف اف 1 دوت في. فاذا عملت هذا الشيء بنيته خلي الريجستر 3 بي هو التوب ليفل انتيتي تبعتك، واعمل له سيميوليشن. برضه احنا معطينك الويف فورم اسمه ريج في دبليو اف، اعمل ويف فورم وتاكد من انه الريجستر بيشتغل صح. لازم عند كل بوزيتيف ايدج، الريجستر لازم عند كل بوزيتيف ايدج، يعني عند كل بوزيتيف ايدج للكلوك الريجستر يا اما يعمل هولد، يا اما يعمل بارلل لود، يا اما يعمل روتيت رايت او روتيت ليفت حسب قيمة المود. فبدك تتفرج على السيميوليشن عند البوزيتيف ايدج قديش قيمة المود، وتعرف شو نوع الاوبريشن، وتتأكد انه الجواب صحيح او لا. تمام، او اذا بده يعمل بارلل لود وهكذا. فهذا موجود بالتجربة. اذا خلصت البارت الاخير هو انك تبني السيركت اللي موجودة بالفيجر الاول اللي هي فيها بوث الكاونتر والكاونتر والريجستر مع بعض، اللي هي موجودة على الصفحة الاولى. سوري اللي هي موجودة عندنا على الصفحة الأولى، هاي الرسمة، وتوصلهم مع بعض وتسمي الانبوت بالتسمية الصحيحة وكل إشي، وتعمل بعدين سيميوليشن، تعمل سيميوليشن باستخدام اكسبيرمنت. طبعا بدك تبني السيركت استراكشرال باستخدام بس بدك تاخذ ال 3 بت كاونتر والريجستر 3 بي،
تحط السيركت 1 هي التوب ليفل انتيتي، وتستخدم برضه الويف فورم اللي معطينك اياه اللي اسمه اكسبيرمنت اي دوت في دبليو اف اكسبيرمنت اي، وتتاكد انه الاوتبوت صح، وتحط لنا الكود وتحط لنا السيميوليشن ريبورت. نتمنى لكم التوفيق بالتجربه، وان شاء الله يعني انا بنهايه هذا الاسبوع راح اعمل لكم فيديو جديد بالنسبه للبروجكت، عشان نربط البروجكت باخر تجربتين اللي هم تجربه 7 وتجربه 8، تجربه الفليب فلوبس والريجسترز والكاونترز، عشان نشوف كيف راح تحتاجها في البروجكت تبعك. وانت بيكون وبنتواصل معاكم شو راح يصير في اللابات خلال الاسبوع القادم، كيف راح نرتب اذا في عندكم اي اسئله عن المشروع، لانه هذا الاسبوع هو راح يكون اخر تجربه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، وبنشوفكم على خير بوقت المختبر. السلام عليكم.